بسم الله الرحمن الرحيم كده، ده الفول على طريقتي بدون اي اضافات تبوظ طعم الفول وتغير طعمه. ده يا جماعة الفول مية وفول بس، اهم شيء ازاي نختار نوع الفول وازاي نسويه صح. في الفيديو ده تابع معايا هخليك تعمل الفول بيدك صح في البيت. بسم الله نبدأ الطريقة. ده نص كيلو فول بلدي مخصص للتدميس، فول لونه فاتح. طبعا انا غسلته قبل ما استخدمه دلوقتي كويس جدا علشان انزل منه التراب اللي فيه. اول حاجة هعملها في الفول ده اللي انا هنقعه كده لمدة ساعتين، ويراعى تغيير المية خلال الساعتين كل شوية كده، كل ما تعدوا عليه غيروا له مية عشان يفضل الفول لونه فاتح ونتخلص من المية الغامقة اللي هتنزل منه دلوقتي في النقع لمدة الساعتين. بعد الساعتين من نقع الفول هاخده واصفي منه المية دي كده علشان ننزله في الفوالة ونبدأ نسويه. وهبدأ أنزله في الفوالة. الفوالة دي مخصصة لنص كيلو فول بس، ما ينفعش نستخدم فيها أكتر من نص كيلو فول. الفول لو كتير في الفوالة هيشيط ويكون مزنوق، مش هياخد راحته في التسوية. هبدأ أنزل عليه المية. المية اللي هضيفها على الفول مش مية وخلاص، أنا بنزل المية كده اهو. اهم شيء في تزويد الميه للفول قبل التسويه الحذو ده كده بسيبه فاضي علشان ده اللي الفول لما يجي يغلي هيتقلب فيه. ما ينفعش ان انا ازود ميه كتير على الفاضي هتقع مني والفول بيفور وهيفضل. نيجي بقى لمرحله التسويه، واهم شيء في التسويه للفول صح محتاجين شياطه من حضراتكم زي دي كده علشان دي اكتر حاجه هتضمن لكم انكم تطلعوا الفول صح في التسويه. نحط الشياطه كده ونبدا نحط الفوالة على نار عالية مع الشياطة. بعد اول نص ساعة الفول بدأ يغلي على الشياطة. اهم شيء الفول بعد ما غلي انا وطيت النار وغطيته بحاجة يكون فيها مية. انا عايز الفول البخار بتاعه هو اللي يسخن المية دي، ودي احسن مية ان احنا نزود بيها الفول. دي مية احسن من مية الكتل واضمن من مية الكتل. دي هتكون واخدة نفس حرارة الفول من البخار بتاعه، واما نيجي نزود بقى الفول هنضمن ان الفول لونه ما يغمقش. مية الكتل ممكن تكون سبب اساسي ان الفول ميته تكون لونها غامق او اسود. ده شكل الفول بعد ساعتين من بداية التسوية. الفول مش محتاج مية يتزود لان مش معلي النار عليه، والفول بيحب يستوي على نار هادية كده. لو احتاجنا ان احنا نزود مية للفول ممكن نزود مية للفول برضك للحز اللي احنا قلت لحضراتكم عليه في الاول اهو، لغاية الحز وبس، وبغطي تاني. بعد مرور 5 ساعات نبدأ كده بسم الله نفتح على الفول. الفول كده بسم الله ما شاء الله مستوي وميته مش خفيفة عشان هو تسوى صح. جربوا بقى بالطريقة دي كده وبالهنا والشفا على قلوبكم، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة.